منذ إحداث النظام الجديد لدوري أبطال آسيا في نسخة عام 2009، يلعب الهلال في دور 16 للمرة الثامنة في تاريخه. غادر من هذا الدور في 3 مناسبات ووصل الأدوار المتقدمة في 4 أخرى. ففي عام 2009 وصل الهلال دور الثمن النهائي ليقابل أم صلال القطري، الذي استطاع أن يخرج الهلال بضربات الترجيح بعد نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي. وفي عام 2010 وصل الأزرق لدور 16 ليلاقي بيديكور الأوزبكي، حينها انتصر الهلال ب3 أهداف دون مقابل. وفي عام 2011 يحقق الهلال وصولا ثالثا للدور الثمن النهائي، ولكنه يعجز عن تواجده بعد خسارته من الاتحاد ب3 أهداف مقابل هدف واحد. وفي نسخة 2012 الهلال يواصل تواجده في دور 16، يلعب ضد بنياس الإماراتي ويتجاوزه بنتيجة كبيرة قوامها 7 أهداف لهدف واحد. وفي عام 2013 واصل الأزرق رحلته بلوغ دور 16، ولكنه خرج على يد الإخوة القطري بعد أن خسر لقاء الذهاب بهدف واحد وتعادل في مواجهة الإياب بهدفين مثلهما. وفي نسخة 2014 استطاع الهلال تجاوز دور الثمن النهائي بعد تغلبه على بيديكور الأوزبكي بهدف واحد في طشقند، قبل أن يكرر الهلال انتصاره ب3 أهداف دون مقابل في الرياضة. وفي النسخة الماضية استطاع الهلال أن يتجاوز بيروز الإيراني ب3 أهداف دون مقابل في إياب الدور 16 بعد أن خسر مواجهة الذهاب في طهران بهدف واحد. وفي هذه النسخة يأمل الهلال أن يتجاوز دور 16 حينما يواجه اليوم لوكوموتيف الأوزبكي في لقاء الإياب بعد أن تعادل الفريقان سلبيا في مواجهة الذهاب. فهل يسجل نجوم الزعيم وصولا خامس أم مغادرة رابعة؟